فيديوهات كتيره جات لنا عشان تشترك معانا في البرنامج، لكن احنا دلوقتي موجودين في منطقه شبرا وهنطلع عند الاستاذ كرولوس بدر النجاتي، خلينا نشوف هيعمل ايه. يلا بينا. الفل عامل ايه؟ اخبارك انت كرولوس؟ لا انا كرولوس. اخبارك ايه؟ مساء الخير. استاذنكم بس نعرف ندخل كده جوه شويه. اتفضل. ازيك؟ اخبارك ايه؟ كله تمام؟ مساء الخير. ازيك؟ ايه الاخبار؟ مساء الخير. ازي حضرتك؟ احنا عامه برنامجنا اسمه مين على الباب؟ احنا برنامج مسابقات مكون من ثلاث مراحل، ممكن تكسبوا معانا ثلاث جوائز مختلفه. هعرفكم على شويه حاجات كده في البدايه. احنا عندنا الكاميرات دي بتصورنا طول الوقت، هتبقى بتتحرك معانا في البيت، معلش نعمل لكم شويه دوشه. وهيبقى في مايكات كمان، المايك الكبير ده بيسجل طول الوقت، وممكن كمان معانا يبقى معانا مايكات راكبه كده لمجموعه مننا. ممكن مايكات لو سمحت؟ مايكات اتفضل. المايكات دي هتركب، هتبقى موجوده معانا علشان نقدر صوتنا يبقى موجود. تمام. حلو. بتاكلوا ايه الصبح بقى؟ بتشربوا ايه الصبح؟ ممكن تعزمونا عليه؟ اهم حاجه احنا نشرب شاي بلبن. شاي بلبن. انا بقول لك تاكل ايه تقول لي شاي بلبن. في بقسومات، في كل حاجه، في سندوتشات. خلاص ممكن ناخد بريك كده نشرب حاجه. نشرب. يلا بينا. اتفضل اتفضل. الشاي بلبن. طبعا هاخد انا الشاي. عارفها؟ ايوه انا دي بتاعتي. انا دي. طب مين هيشرب تاني؟ هتشرب كرولوس؟ انا اشرب شاي. اتفضل بس اي حد. اشرب. اتفضلي اتفضلي. اتفضلي. والله اتفضلي. لا ازاي؟ بس لا ما تعرفونا بنفسكم، انا عارف كرولوس كده. صح كده؟ تمام. كرولوس. ماشي. مين تاني بقى؟ ماما. انا. ماما. اهلا بحضرتك. والدتي. وجون اخويا. جون. خالتي. مين؟ خالتك. خالتي. خالته ما كنتيش عايزه تصوري معانا ليه؟ ليه كده؟ وليزا بنت خالته. ليزا. ازيك؟ روجينا. روجينا. امال انا سمعت ليزا دي فين؟ لا ما مش مهم. ماشي يا ليزا. روجينا. ازيك يا روجينا؟ كله تمام؟ طيب بصوا بقى، احنا عندنا ببساطه كده مجموعه من الاسئله. مجموعه الاسئله دي ممكن تخليك تكسب اجهزه معينه. اول مرحله في الاجهزه بتاعتنا هي فيها سؤالين اجباري لازم تجاوبوا عليهم هما الاثنين مع بعض. تاني مرحله فيها ثلاث اسئله لازم تجاوبوا من الثلاث اسئله على سؤالين. ثالث مرحله فيها خمس اسئله لازم تجاوبوا على اربع اسئله منهم. كل الاسئله عندنا فيها اختيارات ما عدا المرحله الاخيره اللي فيها الاربع اسئله، اللي هي فيها الخمس اسئله اللي هنختار منهم اربعه. دي اسئله من غير اختيارات، لازم تجاوب على طول. على طول. اوكي؟ اوكي. ماشي. احنا هنغير بقى، هنبتدي نختار الحاجات اللي في البيت اللي انتوا عايزين تغيروها. او حابين ان انتوا ممكن يكون عندك مثلا تلفزيون بس انت عايز تلفزيون اكبر. ممكن يكون عندك ثلاجه بس انت عايز ثلاجه ثانيه تحطها في مكان ثاني. لو روجينا مثلا بتجهز فممكن نجهز روجينا. ولا انت هتاخد الحاجات؟ كلنا بنجهز. كلكم بتجهزوا. يعني كده كده اي حاجه هتنفع. صح؟ تمام. فاحنا ممكن نبتدي نلف لفه كده في البيت، نبتدي نشوف. انا هاخد بس بقى. هيعجبك. لا خد راحتك. هيعجبك. طب والله جميل. بجد هيعجبك. والله العظيم. شيء هاوي. ده الشاي ده. طب هو خالته وروجينا جايين عشان يساعدوكي في الاسئله ولا هما كانوا بالصدفه موجودين؟ لا هما بيجونا على طول. هما بيجونا على طول. الكنيسه هنا اصل جنبينا على طول. فبعد الكنيسه ما بيروحوا الكنيسه يوم الجمعه يعدوا بقى. يعدوا علينا. ده انتوا منورينا. والله منورينا يا خالته. والله منوره. تعالوا نلف لفه بقى في البيت. اتفضلوا. ده الحمام مش عايزين منه حاجه. فاحنا دلوقتي عندنا بوتاجاز، انت ممكن تختار بوتاجاز، ممكن تختار مايكرويف. فين الغساله؟ في الأوضة التانية. في الأوضة اللي هي اللي جنبنا دي، تعالى نروح لها. وادي الغسالة، وفي تلاجة تانية. دي ولا ده ديب فريزر؟ ده فريزر. ده ديب فريزر. ده فريزر. ماشي. طب فين التلفزيون؟ طيب فين الخلاط؟ المكنسة. المكنسه تحت. خلاط يعني موجود في المطبخ. لا موجود. موجود في المطبخ. موجود في المطبخ. في الدار. تعالى ممكن نبص عليه معلش. اخر بصة دي بس. ماشي حلو. ده نظام غذائي.
ده بنتي كانت حاطاه ده عشان الدايت ولا ايه؟ نظام الدايت ده اوكي نظام غذائي بس ما مشيتش عليه. هو محدش بيمشي على الحاجات دي ما عشان دخلت بقى الثانويه العامه مش ماشيه بقى. يعني هي محطوطه على الثلاجه عشان ساعتها وهي محطوطه قدامها عشان تفتكر. ده بقى له سنتين على الثلاجه وانا مش قادره اشيلها عشان لا بس برضه حاجات صعبه يعني. طيب احنا دلوقتي رحنا بصينا على البيت كله بصينا على الاجهزه اللي في البيت فاحنا كده عندنا مجموعه من الاختيارات. قبل ما نبتدي نختار فعليا لازم اتفق معاكم على حاجه ان احنا لازم يكون عندنا متحدث رسمي باسم العيله كلها ايا كان بقى. فانتوا اتفقوا مع بعض كلنا هنتكلم كلنا هنقول اللي احنا عايزينه بس في الاخر انا هاخد الاجابه الاخيره دايما وهاخد الكلمه الاخيره دايما من الشخص اللي انتوا هتختاروه. احنا عندنا ديمقراطيه. انا انت انا المتحدث الرسمي. طب وخلي انت بتحب تبقى المتحدث الرسمي؟ لا ماشي خلاص يبقى كارلوس دايما هو اللي هيقول الكلمه الاخيره. موافقه جون؟ عليك موافقه؟ طبعا اكيد. روجينا موافقه؟ مبايعه بايعنا بايعنا كله. طيب احنا دلوقتي عندنا المرحله الاولى نقدر نختار منها خلاط او مكنسه او مكوى. تمام فممكن تفكر معاهم وتقرر انت هتختار ايه اول حاجه. اختار ايه؟ اللي تقوله ماما تمشي. مكنسه. ما بس انا المتحدث. ماشي يبقى كده عندنا اول حاجه هي المكنسه. تاني حاجه ممكن نختار منها هي بوتاجاز او غساله او مايكرويف. برضو معروف ماما ديمقراطيه خالص. غساله. يبقى احنا كده عندنا المكنسه عندنا الغساله. اخر مرحله هي الثلاجه ولا التلفزيون. انا ملاحظ هنا في ثلاجه ودي فريزر وبتاع. لا الشاشه. تلفزيون الشاشه احسن. شاشه يبقى اكبر وسمارت وبتاع. سمارت. سمارت شاشه على طول شاشة. على طول. طيب يبقى احنا كده اخترنا الاجهزه بتاعتنا. الاجهزه بتاعتنا هي المكنسه الغساله التلفزيون. استاذنكم نحط ستيكر على كل الاجهزه اللي احنا هنشتغل عليها وهرجع اكمل تاني. خليكم قاعدين زي ما انتم. جاهزين للأسئلة بتاعت المرحلة الأولى؟ إن شاء الله. يلا بينا. يلا بينا. يلا بينا. راح علينا بس. ممكن تحضر لي المكنسة لو سمحت؟ تمام يا أستاذ خالد. طيب لغايه لما المكنسه تبقى موجوده خليني اعرفكم حاجه مهمه جدا جدا. احنا معانا ثلاث وسائل مساعده تقدروا تستخدموهم في اي وقت بمجرد ما هتقولوا لي احنا عايزين نستخدم وسيله المساعده. تمام. ليه؟ لان اجابه كل الاسئله لازم تتجاوب عليها في 20 ثانيه بالظبط. تمام. ايه هي وسائل المساعده؟ وسائل المساعده الاولى هي الجوكر. الجوكر دي بتكون لعبه سهله جدا بنلعبها لمده دقيقه. تمام. تاني وسيله مساعده هي ان انتوا بتدوروا على اجابه السؤال على حاجه جوه البيت. اسالكم عن رقم تليفون حاجه مثلا فانتوا ممكن تدوروا عليها جوه البيت على حاجه في جورنال فلو في جورنال في البيت انتوا بتدوروا عليه واحنا متاكدين ان الحاجه اللي احنا هنسالكم عليها هي في حاجه في البيت فعلا هتساعدكم على حلها. تالت حاجه والاخيره هي ان انت تستعين بحد تقدر تكلمه على التليفون تكون انت مظبط معاه ان هو يرد عليك عشان اول ما التليفون بيرن احنا معانا 3 دقائق بتساله على اجابه السؤال. 3 ممكن معقول. يا دوبك هو هيدور لو عايز هو كمان يكلم حد تاني يسأله هيسأله لو عايز يلف في الشارع في البيت عنده يسأل بس المهم ان انت ليك مكالمة واحدة بس لازم يرد. اول ما تفتح المكالمة 3 دقايق اول ما الجرس يرن يعني لو ما ردش عليك كنافة بالمانجا ضاعت. متفقين؟ تمام. لا ما الشبكة واقعة وما رنش لو رن خلاص. ماشي حضرتك موافقة خالته؟ موافقة. موافقة. ربنا هيكرمنا اخر كرم ان شاء الله. يلا بينا ندخل بالمكنسة. شكرا تسلم ايدك.